مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. بالنسبة من 6:30 لتسعة إلا ربع، حوالي ساعتين وربع، ساعتين ونص. فمن ده نجحت هيدش من الدبابة عم تضرب على المقر، على مقر المكتب. صارت النار والدخان بشكل غير اعتيادي، وبهالحكي هذا سيدي هجموا على المقر. ما الحقيقة سيدي يم السيارة ويم احنا المقر بخلص اعداد مهلة، هم بشالين الاف من الاتات. ضربنا بس مال المناوشات سحبنا كم واحد وطلعنا، رحنا لكفر عندنا مدينة المدن. من هناك جبنا نلاقي الأخبار ونوجه اللي موجودين عندنا. بنفس الوقت سيدي مدينة المدن تتوقع أن عندي قاعدة مخلي تحت الأمرة، يعني ماكو واحد قد غالب أمرة رفيق حضر القيادة، مجهز بقاذفات، مجهز بالأسلحة زينة. ومكان محدد لو مكان سيدي محدد بالباب الخصيب. آه من اريد ازعل، فاذا زيد علي سيدي بقتها الرفاق الاعضاء المكتب اللي راحوا محلة الجمهورية ما قادرين يدبرون عناصر قاتل وياهم، وين ماينين على الربع، فجايبين عندهم حدود 100 واحد، هم الباقيين 150 108 اقل من 200، ثمانين عليه هذول ماخذينهم بدون ما ادري، ولا هذول سيد لو موجودين 200 واحد. يعني احنا مدينة المدن كل ساعة جايين على خبر وندز مجموعة. فعقدت لقاء سريع ويا الرفاق الموجودين، تم لازم توزع، ما معقول ايش تبقى، حتى كل واحد ياخذ لقاطع، ثم هذا قاطع من مدينة المدن الى موت، كل واحد يفكر بالله. وراها اجى رفيق علي، قعدنا ناقشنا الحال، هل ممكن تهيئة حدود 500 إلى 1000 مقاتل جيش شعبي؟ شفنا ماكو مكان، لأن كل واحد شعب تسيد يقاتل وما جمعهم لا يمكن. فتحولنا من فرع مدينة المدن اللي بيه حدود 20 مقاتل وياهم رفيق أسعد حميد اللي عمر سيادتك مذكرة نعطي نقص شجاعة، المقر الوحيد اللي بقى يقاتل هو ورابع. فطلعنا من مدينة المدن إلى متنزل الخوار بصفنا، رفيق علي ورفيق رفاق على مكتب عسكري اثنين ورفاق على المكتب، ورحنا هناك يعني أساس أكثر عمان. ما طولت ربع ساعة سيدي بدأ الضرب علينا من كل الاتجاهات، ما صارت حدود 11 ونص. صار اتصال بالقيادة العامة المقر اللي هناك بالبصرة، رقوة دلح في يوم انقطع. فقلت له رفيق حالي ترى هاي الانقطاع مال التلفون هسه احتمال خلل فني بي، ولكن احتمال اكبر هاجمي عليه. قال في خبر حالي ده يهجمون على المقر القيادة العامة. قلت له والله الفيلم من تناقشنا صارت قناعة اثنيناتنا انه على القيادة العامة. حصلنا الحرس الجمهوري دزونا عضو شعبه ابراهيم شاووش او بل اسم هذا عضو شعبه رفيق استشهد الله يرحمه، ويا مجموعة مقاتلين الحرس الجمهوري ويا اعتاد. بس بالاعتاد احنا بال قلنا ما نطلع، عندنا اعتاد ونقاتل نتوكل على الله. بهالاتجاه سيدي اجى الخبر من المستشهد ابراهيم الله يرحمه وياه مجموعه من المقاتلين جايبين اعتدل. بقينا ننتظر اعتاد ماكو. رفيق علي الحقيقه بادر رجل جمع اللي حمايات هم شيء مو، بنفس الوقت قال لهم اطلاق النار يصير على الهدف وعند الحاجه، لانه اعتاد ما عندنا اعتاد مجمع. قال عندك كم شارجو؟ قال اثنين سيدي. لا ثلاثه، واحد يلا
حدود الوحدة سيد شفنا ده باب قاعد تروح تجي. فمن شفنا الدبابة تروح تجذب عناصر مخربة وترجع. ويبدو هذا بس تلاقى واحدة. ضربتها وما قامت وراها تضرب. اكو جسر سيد هو وحيد اللي يربط بين الشارع العام وبين التزخر. الله سبحانه وتعالى حماهم. هم لو بس مخلين الدبابة على الجسر ونازلين. قلنا تجي مظاهرتهم. والسيارات مارتنا جوا ما نقدر نطلع. بس الله عماهم سبحانه وتعالى وباطلاق النار ولاد المهم راحوا انسحبوا. حدود 2:30 جابني رفيق علي بصفحه قال له رفيق ابو عادل احنا ترى الكل اعتبارات بي احنا اثنين اعضاء قياده اعضاء مكتب عسكري اعضاء مكتب جنود. كهيبة الدولة هيبة الثورة هيبة البصرة لا نلقي حل نطلع منها بس نطلع منها بقوة. فضحكت قلت ابو حسن اللي تقول صحيح بس شلون احنا فقال نهوس. قلت له شلون قال نهوس قال هاني اعتقد هوس تسوي شيء. قلت بس خلينا نتفق وين نطلع لأن أكو مسارات. قلت له ترى المناطق ما نعرف إحنا شنو. لا عندنا اتصال سيدي أي اتصال ما. فاتفقنا نطلع على الزبير. وإذا طلعنا نطلع على الزبير. جروا الرشاشة عام جريت الرشاشة اللي عندي من الصبح. حوص والله أبو حسن. عليهم النشامة عليهم ودول بعد جبناء صارت ركضة بطلاق النار من تشغل. هم على رعابهم رعب سيدي ما صوره. قاموا يتهازمون سيدي إلا عدد موجود يتناولون. رفيقة بحسن شفت عنده ميزة بقدرة الإصابة غريبة. الطلقة ما رايحة سيدي. يعني أنا مثلا واقف يمه أنا مضرب منها بس مال الطلقة فاتت يجوز أنا فوت 5-6 صوب واحد هو سيدي ما فوت طلقة. فحدود 5 طلعنا دبابة انسحبت مالت هم انهاروا. جت سياراتنا طلعنا وين طلعنا كانت جت المظاهرة الكبرى اللي موجودة اللي يسمونها المظاهرة الكبرى سيدي محاشمين عليها من التنومة من كل البصرة يعرفونا بالاسماء فلان رفيق عبد الغني ورفيق علي كل القيادة موجودين مثل الزرخورة فعليهم. فجاي المظاهرة كبيرة جدا احنا طلعنا سيدي كل الطريق علينا اطلاق نار من المساتين لين نطلع للزبير بالساحة ما ساحة ساد سيدي من لا متفقين ولا اسمش راح نسوا اقلاق طلع على الخصيب حلفاء لا مخططين لي. وصلنا يم المعهد مال الصناعة هناك شفنا لواء ابراهيم عبد الستار واحمد حمار هم جايين هسه يتلملمون جايين. فاحمد جاب مسدس لميت سيارات مدنية وعلينا هو ربع. فأنا طلعت من باب سيارة ورفيق علي من باب سيارة. احنا والله نزلنا الحوصة واحد رفيق ابراهيم وحوصة وبحياة سيادتك. كانت الحالة نحتاج سيدي ابراهيم واحمد كل المقاتلين. فصارت تظاهرة مع ذلك سيدي الحسن فصار جمع هنورد المقاتلين العسكريين واحنا. بس للأمان التاريخ يا سيدي الصبح جد العانيت صعوباني واحد جانب حمايتي وبعض حماية المكتب بس ما نتنزه الخورة المرحلة الأخيرة اللي بيها رفيق علي
احكي الامان لو مو بادرت رفيق علي سيدي نقتل ودون دون ما حيدر بينا. بس مبادرت وغلطت مثل ما عبر عنها انقذت الموقف وانقذت البصر كذلك سيدي. ورا ما هاوسوا اللي رفعت بالعسكر وصارت الاسباب التظاهره مثل ما قلت سيادتك اللي رفعت قعدنا نناقش الموقف يعني هل نبقى هنا خارج وهذا اللي طار سيدي شفنا الزبير اللي عساس يروح لها بعض سبحانه وتعالى شلون الزبير كل الطريق بيه مخربين لاكو عسكر جاي عليه وكله مفارز مع المخربين من البصره الى الزبير يلا طارئين عليها الحاله تكون غير جيدة أكيد. فاتفقنا انه نرجع يعني رفيق علي اتفقت انه يعني اخذ رعيل مع الضباط وهالموردين عندنا ونرجع لنفس المكان مع فرع مدينة المدن حتى نكون قريبين من فوافقنا رجل ابو حسن قال بارك الله بك ابو حسن خوش شيء رفاق العسكر ما عندهم كثير لأن هم جم جايين سيد وضعهم خاص رجعنا بالبسطري حتى بابات سيد يضربون من البساتين وضربوا وصلنا فرع مدينة المدن جمعنا الموجود صار دنا ليل بالليل يصير بس الضرب هم من عندهم يصير ترافق فبدأوا على الفرع هذا سيد المقر الوحيد اللي ما راح حتى بابا تجمعت هم نزل سيد عاونت من عندنا كانت تعالج بعض المواقف عادتنا ثم ثاني يوم الصبح بدأ العمل الجيد ومشت سيد من الملاحظات اللي لازم أقولها لسيادة كل الرفاق شيئين شفت هي رادلها وقفة الموضوع كل وقت لازم يصير أنا أعتقد البحرية والشرطة أنا كتبتها بالتقرير سيادتك البحرية رغم سعة قوة أدها صحيح كانوا منقصر وصحيح بس اللي موجودين داخل البصرة آلاف مؤلف سيدي لم تطلق رصاصة واحدة منهم وإنما بالعكس العديد من الضباط والعديد من المراتب كانوا عناصر تقرب حالة تخريب العناصر الخائنة والعناصر اللي جاية من العراق. طيب هم اكو عندهم مدارس منتشرة بها الأسلحة. ديد واحد يجمع على المدرسة، هل معقول الجندي ما يدافع ما يضرب الرصاص سيدي؟ الضابط؟ فشفنا هاي الحالة سيدي واضحة وضوح الشمس، قلت له سيد قائد القوى البحرية. اجوا ورا وين؟ عشرت ايام انا قاعد يم السيد قائد الفيلق الثاني بخابره ما ادري من بخابره قال له فقام حيله الو ابراهيم قال له ما اقدر اخي شلون يصير انا انزلكم حمايه ما ادري حاج واحد منه ما اعرف انا سد التليفون قال زين تقبل قلت له شنو؟ قال البحريه من عندي حمايه من الفيلق فمشفت سيد قائد القوى البحرية قال احنا حاضرين ورا فترة قلت بارك الله المفروض انا سيد الشرطة ما حدا واحد او اثنين ثلاثة مو اكثر البقية سيد ماركو وايضا نفس الحالة البحرية قسم مخبرين بالاعتراف مخبرين و وقسم اسمه وياهم بشكل كبير المناظرة الأخرى سيدي للحقيقة وللتاريخ أذكر كل المقرات اللي سقطت عندنا بالبصرة كل المقرات اللي دخلوها المخربين كان ممكن أن تصمد أكثر وتواصل أكثر وتدحر المخربين والعملاء لولا وجود الدبابات سيدي
سيدي على كل مقر دبابتين ويام صفح. أول مرة أسلوب مدروس سيدنا عدن، أسلوب رعب، بعدين يضرب بالدبابة ثلاث ضربات أربعة على المقر، الحال مال الاستشهاد والجرحى والحرق اللي يصير. المرات الأوصاف والله هذول أطفال، هذول غوغاء، مجرد شي غوغاء. شفت الحالة سيد موجب اللي موجود هناك، عناصر منظمة عميلة بشكل عميلة منظمة بشكل دقيق. أكو قسم يجون بس على أوراق، يعني هاي جماعة المعلومات يجون بس على أوراق بالمخابرات الأمن. وفاتني سيدة نذكر أضافة المقرات الحزب اللي قاوم جيدا المخابرات أولا وبالمقدمة بشكل بطولي ورجولي سيدي، يعني ملفت للنظر، والأمن على حجم. فيكتون قسم سيد من دول العملاء على أوراق، القسم الآخر يدورون على المقاتلين يقتلوهم، يأخذون من عندهم تشتيش طول وين، والبقية يبدأ على الحرق، تبدأ السرقات، الحرق، التخريب بشكل كامل. الحالة الكبيرة سيدي اللي أشرة، قسم من الرفاق حتى من تجي الدبابة كأنما دبابة ممكن الكلاش كوف اتلاع. وعندي واحد من الحماية استشهد، أيمن أيضا أمر سيادتك نور شجاعة. ها سيدي خلى شواجير كلها مالته ولقف من هاي شال وشال على الدبابة. فقسم سيدي مثلوا بيهم، مثلا هاي القاعدة قاعدة هاي اليد اللي جيت تضرب بيها ناسوها هو حي، وتمثيل قتل بالشيش، شيش يضربوه منا يطلع منا يلا. واكو حالات مشرقة سيدي كثيرة، احنا مريض بس الحالات مع انه بس، وهذا طبعا مو هالواحد اللي راح يمر من تبع يتابعون اسلوب اشتم معذرة سيدي، اشتم صدام حسين، مو بس رفض سيدي، لو تقول له لا واحد بشر هذا موت سيدي يدري سيادته كل رفع، بس العنصر التحدي والعنفوان والتفاعل ويا سيادتك، يعني رفيق عضو فرقة بالبول خصيب، جايبين واحد أمامه ما أدري مستقيل مؤيد ولا ما أعرف سيدي، قال له هذا كسب ونطلعك، شايفي بالمقال هذا فسابب مستقيل ورا همين باسطي عضو الفرقة كتفي وبسطون بيه سب ما سب قالوا بيه فكون حتى سب فوق واقف سيدي هاي راح تلعب الخصيب بنفسي تخصيته واقف ما هذا سيدي قالوا تخصون ويعيش القائد صدام حسين يعيش القائد صدام حسين سيدي تعذرني شوي على سنك سيدي ومثل أبي سيدي لا بزمن هولاكو ولا بزمن الشيوعيين ما سامح أنا قاري تاريخ وما سامح عليه محاولين يطلعون لسانه سيدي قبل شفته والمهم خليه راسه بعدين على على عصا ويفترون بيها بالمنطقة سيدي هو دفن وراسه مو يا سيدي ها سيدي الحالة دا اقول لك يا متأكد سيدي واصلت الاخبار ما قدرت اوصلك كلها انه الكثيرين كان ممكن يكون احياء ولكن على ان يذكرون سيدي رئيس القائد بسوق بس هم رفض ها سيدي بس بصدر رسالة المحمدية الشريفة
صار هالتفاعل مع مثل سيد حتى عمار بن ياسر الصحابي الجليل الكبير، ما ذكر بسوء للمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بإشارة بسيطة وبقى متندم عليه طول حياة سيدي. فيبدو الرفاق اللي أصيلي ويعرفون أنه سيادتك هبة من الله سبحانه وتعالى استحضروا هذا الحال، ولذلك سيدي البشر يشوف موت مقابل جملة ثلاث كلمات أو كلمتين يختار الموت. سيد هاي حالة مشرقة إن شاء الله تتوثق بالتاريخ. انتهاك الحرمات سيدي تبقى أسلوب عندهم الاعتداء على الأعراض. وحدة تأكدت أن الحالة هاي سيدي عمر 12 سنة، تموت جوا ايديهم سيدي مجموعة من العملاء والأوباش. واكو خريات كذلك. بالحسينيات والجوامع لقينا سيدة حشيش، حشيش جابيها وياه من ايران، انواع المشروبات اللي نهبيها من الفنادق وهذا موجوده الله سبحانه وتعالى سيدي اراد للعراق ان يمر بهذه المحنه. بس انا اعتقد سيدي اللي سووه بخدمه العراق وخدمه الاجيال كلها. لو باقي سيدي بس مساله عملاءهم لو بس مسألة سياسية ما نسوي الأعمال الأخرى ممكن أن يحصلون على شيء من الأجيال القادمة ومن الجيل الحاضر. بس الله سبحانه وتعالى خلاهم في طريق اللي موجود بقلبهم طلعوا سيد. ولذلك بدءا من القتل والحرق والنهب والسلب وانتهاك الحرمات ما عدا المنظم وياهم، سيد المواطن ما يختلف. اين يكون؟ وعلى ذكر البصرة سيدي انا اعتقد ان بعض المناطق كعراق ما بيستوقف الامور الى دلنا عادة نظر بكيفية التخطيط. استحضرت سيدي توجيه سيادتك بوقت على بلد والدجيل، يشهد الله بنت صباح الباكر سيدي قبل ما نطلع من المكتب استحضرت هذا الحال مع البلد والدجيل. لو مو ذاك الاجراء كانت تورطوا ايضا سيدي بعض المناطق مثلا، لكن لانه البساتين انقصت من حولهم ما ظلت البساتين الشجع. نعم. وشنو هالجاد يشجع؟ الهور شجع بالجنوب والجبل شجع بالشمال. لو القاع عدله كان كل هذا ما صار. يعني الطبيعه مرات تغري على الاجرام وتغري على المخالفات وعلى التجاوز. سيد منطقه التنومه المحاد الايراني مثل ما يعرف سيادتك انا كتبت بها الراي ودزيت البرقيه داورت بها رفيق وزير الدفاع والسيد رسل اركان الجيش. يعني هي التنومة سيدي سكن بها نوبة ثانية صارت اعتبارات سيادتك تعرف. بس انا اعتقد التنومة تكون منطقة عسكرية كاملة. داخل البصرة سيدي اكو حي الحسين يسموه الحيانية، الحيانية سميت سيدي بموجب كانوا بمحافظ اللي مات فيها عبد السلام عارف وقعد فيه الطيارة. هم أساسا فبقى يسموها الحيانية، محمد الحياني يمكن أو فبقى اسمها الحيانية، حتى اسم حي الحسين ما يقوم يسموها. فهاي المنطقة سيدي مكتظة بشكل غير اعتيادي، وعنصر التخريب الأساسي والرؤوس اللي زمناهم منك
اكو 500 كلها تجاوز وجايين بعدين شو منكم. ترى اذن سيدي اقصد معالجة لبعض المناطق معالجة هادئة وحاسمة في عن واحد ليس فقط البصرة وانما بالمناطق كلها اللي شهدت التخريب. العشائر سيدي المعلومة اللي عندنا سيدي اللي موثوق منها 100% ما عدا اثنين بني مالك في القرن والمدينة وآل سعدون. بيت الإمارة سيدي كل المعلومات وأنا كلفت الرفاق بالمخابرات هم أكو هاي توفيق العباد وأكو آخرين ثم تحرريات تحري خاص وذاك من قال سيد وزير الدفاع راح يدز اكو صباح الإمارة عامل موقع دزه اتفقت انه يدزه بس لي فقط انه ما يقاتلون يعني ما يواجهون الجيش. قلت له احنا نريد الاسلحة الثقيلة اللي عبرت سيدي المقاومات مدفعية وريد الرؤوس. فبيت الإمارة كل المؤشرات تشير الى حد التأكيد ما أقدر أقول الآن تأكيد ولو قسم كبير من أدم أكيد مساهمين مساهمة كبيرة. بني مالك استشهد منهم أبو شعبه استشهد منهم أبو قيال شعبه واستشهدوا 4. هاي سيدي تخليني من النقاط اللي أنا كاتبه إن شاء الله بنصير نقاش حول المواضيع تطرق. العشائر الأصيلة سيدي حتى لو صار تساهل بإعطاء فد نفس مثلا عضو شعبه محتاج 3 أشهر 4 بس هو من عشيرة بينه واضحة شنو اللي بيها أقول لا خلي استثنى هاي 3 أشهر واستثناء من هاي 3 أشهر أقول يصير عضو شعبه أو ترشيح العضوية وبيتستعبون كذلك سيدي همين. مخول انت. نعم سيد. كل سادة البصرة من الناس الطيبين وما عداهم عاديين يعني نعم. شق حياته بالطريق العادي. نعم. اما اللي نتبناهم بالعراق هم الناس اللي اثبتوا في هذه التجربة انهم نظيفين. المو نظيف اذا ما اريد الموثوق ما نعم. سيدي وردت اذن من سيادتك بالحزب بالدولة بالاقتصاد بالوكالات وبلغ وزير التجارة وزير المالية كل عنصر مو نظيف ما يصير تاجر بالعراق حتى لو أبن عن جد هو تاجر ما يصيرون للنظاف. والنظافة وعدم النظافة على هالتجربة اللي مرينا بها أكثر من هذا ما أقول. سيد العشائر ديوك من الحقيقة التقيت بهم أنا طبعهم رعاية كاملة. نعم إن شاء الله سيد السعدون والموالج نعم والبصرة وهم زين الحمد لله أنه اختارينا شبيب المالكي وزير دفاع عادل احنا ما ندري سيد الجو قارب احنا 60,000 وفاتحهم الامارة رشاش الامارة معذرة سيدي دازينهم واحد فهذول العشائر سيدي يعرفون شلون فدازينهم احنا اي شيف قال لي نعطينا مجال نفكر من الباكر فمن الباكر معبرين عوائلهم معبرين ربعهم المهم مصمدين امورهم دازين خبر قايل احنا ما نقوم. اجى الشيخ سلام اسمه اول مره اشوفه سيدي دور البني مالك اول مره اشوفه وقالوا احنا جينا شو انقطع الصوت
على اللي موجودة ما العشائر تدري إذا دور احتاجوا دور راح يصير دم بيناتهم. صار هو من يستشهدون عندهم. فسيد إذا تسمح سيادتك مع إنه الحال ما لسه حارفة. إذا ما قرأت سيادتك لي اللي يقول عنه الشيخ احنا ننطي للشيخ. نعم اشكرك سيدي الله يحفظك. احنا نقول انت يا شيخ المؤلف هاي الف بندقية او 500 بندقية او 400 بندقية احنا ما نعرف. نعم انت المن تنطيها هذا موقفك. نعم بس احنا هاي البنادق ما نريدها فاليوم نقضب بندقية سارقة ان شاء الله سيدي او عاملة ضد الدولة. ترى انت مسؤول جدا ادبيا وقانونيا. نعم هل ان شاء الله سيدي خباجة المحاوين لان هو حلو مقرات وقت الاسماء والحلة رايح 81 جاب وشايب وياه ولاد المدرسة فصار جمع السلاح فجاء قال طلع احنا يبقى حملة احنا 80 اذا احنا قلنا سيدي من الامور اللي جبناها صارت الحالة اللي يعني اكو عوائل حمد رفاقنا نقول حمد سيدي يعني بقته من يصير ما أدرس الكلمة لانهيار بعض المناطق الإنسان فحمت المسؤولية هم مو حزبين فقلت لهم أنا أريد هذول كل الجنوب كل العراق لازم أعرفه مثلا سيدي رئيس اتحاد النساء مع البصرة فأنا سيدي بنفس اليوم كنت أتمنى يوم 2-3 وين نفسه قلت له مدير المكتب قلت له أتمنى ولا رفيق حزبية باقي اليوم طيبة لأنه ما ميت من أول تباح شفت سيد الهمج اللي ذايدون فكنت أتمنى من نفسي ولا رفيق حزبية ولا عائلة من عوائل الرفاق موجودة بالبصرة الاعتبارات مو بس الموت شرف الاعتبارات الأخرى الشرف وغيرها فورا 8 أيام شفت هي ورفيقتين حبار شعبة بنات المعيوب رئيس الاتحاد ما نصار رفيق قالت احنا الواقف باب الاتحاد ما صدقه شنو هذول شو يهتفون قالت ما عنده واحد شايد قال لي بنت انت مو بعقلك من اكو وياك قالت وياي 3 يلا انت وياي مدفعها بالقوه سيد مطبه في البيت وكل ما تجي تطلع يروح يس هذا ويقول لها مو هسه فقلت لها تعرفي قالت لا اعرف لا بس قالت جرني قال لنا ما أبدي جربتي قلت معقلة شنو هي تدور شلون ما يقول ما مستوعب الحالة معقولة واحد يهتف ضد الثورة ويجي وما حد جابه شلون يعني فيجي عناصر السيد اللي حمد رفاقنا واللي حمد يعني العوائل البحثية أيضا هذا الموقف هناك حالات تركت عندي سيدي بالبصرة وغير البصرة قسم من العناصر اللي استخدموا صيغة عضوية الشرف لا تربطوا ولا تثاروا امنحوا عضوية الشرف بالحزب وبس سجلوا اسمه حتى ما يخرب من يجيبوا بالحزب يخرب لانه عضو ما مسوي كل شيء بالحزب ما يعرف اصول الحزب ان شاء الله سيدي عضوية شرف غير التكريم الاخر بس هذا بالحزب اللي يقبلها ان شاء الله سيدي سووا له احتفال تمنحوا عضوية شرف تسجلون اسمه وتقولوا له هاي يعني احنا بس هذا تكريم لك لا تحضر اجتماعات لا تدفع تبرعات لا تسوي كل شيء يعني الا الشيء اللي انت ترغب له انت يعني من نفسك نسيت المسؤولية مع شفتها قلت مع المحكوة قالوا مسؤولية مع الواحد اللي يحمي الموضوع الإيراني سيدي اللي
جاي من إيران، مع أنه مو وقت النقاش العميق، بس إحنا سيدي ما أدري من الكلمة، أعتقد سرعنا بنسيان باطنية الفرس في التعامل مع العراق. كلنا الآن شخصيا من بالبصرة وهذا مضبوط. نعم سيدي مضبوط صحيح. نعم سيدي سيد، احنا انتقدنا حالات قبل مصير حوالي الشغف وقفنا عليها بالمكتب بالسوق يصيحون سيدي هذا الطحين من ايران، طحين من ايران، وكأنما ايران مو سببت الحالة مع الشهداء عندنا بجسر بشارع الشهداء بالبصرة. فوقفنا له سيدي قلنا شنو يعني ضو الحالة السياسية، قلنا نأكد انه المواقف الرسمية تأخذ مجالها، ولكن الفرس يكون فرس، يعني صارت التأكيد سيدي الفرس يكون فرس، ولازم احنا نذكر شهدائنا. قبل حوالي الشهر سيدي بالاسبوع حوالي تشهد سيدي كلها، ومن انتقض هذا الحال سيدي التلفزيون ما لم يوصل، نحن مع الشعب العراقي المظلوم، الشعب العراقي الشعب العراقي المظلوم تجي هنا الدرس الفارسي هنا يجي، احكينا بالمكتب سيدي مظلوم توريا هو سيدي الفرس. الفرس دائما يستخدمون هالعبارات، ومن متأثر بهم استخدم عبارات الشعب العراقي المظلوم، تقول له منين المظلوم؟ يقول لك من امريكا. اي سيدي اي هذه باطنية سيدي، يعني من امريكا مظلوم سيد. الاعدامات اللي صارت على العناصر المخربة تبعنا اسلوبا بالتحقيق، الاعدام الردعي المباشر حتى يصير ردع، وقسم فرز هناك بالبصرة، وخليت على كل لجنة عضو مكتب سيدي الاعتبارات هم لهم ومن البصرة ومن الحال، وبيهم من المخابرات ومن الأمن ومن الرفاق العسكريين، فعدلنا أعداد جيدة سيدي رادعة، ويا الاعترافات مفيدة سيدي اني اعترف على واحد انه وصل الى رؤوس طبعا، فمشينا بهالنطاق سيدي، قسم يدزون بغداد قسم هناك، والاعترافات اصبحت حالة مشهودة عندهم، والمعلومات قامت تتواتر من الحزبين وغير الحزبين، فأيضا قلت انه غير الحزبي اللي يقدم معلومة نسجلها بسجل خاص، مو حزبي يقدم معلومة حالة لازم نسجلها هسه، فخلينا بسجل خاص وان شاء الله عندنا موضوع الأسلحة سيدي. الآن الأسلحة ليصير تنشيط كلها بالتفتيش، احنا اجتهدنا سيدي بالبصرة، قد اكون يعني مخطئ بالنسبة، ولكن الي اعتبارات قلت ما هذا العضو عنده سلاح، البقية لا مؤيد ولا نصير مهما يكون حاجة. زين سؤال جواب صحيح. نعم سيدي ما انتظر شوية. نعم سيدي سيدي احنا سويناها من الوقت، يعني اخذناها بغداد قبل ما تبدي هاي العفسة، اخذناها سحبنا كل الاسلحة من الانصار والمؤيدين وغير ذلك، فبقينا غير الاعضاء. سيد ما ادري من يطال موضوع الاسلحة سيد، الان مثلا تجينا ما تجي الشعبي، انت الشعب سيدي يتكون من قواطع مثل ما سيادتك، والقواطع اذا نريد نرجع مثل الاول سيد اللي الاخطاء اللي لا نسجلها على انفسنا، وانا اكيد مساهم بها بنسبة معينة، توزيع السلاح بهذا العدد الهائل والكم الهائل بدون تدقيق. اكو طلاب ثانوية سيد العزيز الله يسلمك ويحفظك رايدهم حاليا، طلعت أنا ما يقومون يسلمون بالقوة، يسلمون تجي حراسيدي
فالقتال اللي صار حاليا مو فقط من الاسلحه مال الجيش، الجيش الباسل اللي انسحب، مو فقط من الاسلحه، نعم الاسلحه الثقيله نعم ممكن سيد الرشاشات مال الجيش الشعبي نسبه كبيره. فالان ما نرجع القواطع مال الجيش الشعبي سيدي، فعندي اقتراح اذا اشوف مناسب سيادتك. عضو سعودي هسه حمكوا شيء اسمه قواطع جيش سيدي، هسه جتنا تحويل القواطع من طيئة الى قواطع حركة. انا حقيقة سيدي انا ما خالف الانشارين موافقة سيادتك على المقترح اللي مرفوع من الدفاع من دارس من الجيش الشعبي. الجيش الشعبي فانا سيدي كتبت جيب لنا يا عرضها النقطة الاخرى من قديم الزمان. فأنا قلت سيدي تجي مخالفة لا يمكن، فقلت يعني نفذ ولكن نبدأ بتشكيلات الأعضاء. شو أسوي سيدي؟ لا أقدر أخالف أقول ما نقدر نفذ. لا إذا ما عندكم مانع أو ملاحظة نحل الجيش للشعب. سيدي أنا سيدي ما أقدر أنطق. لا خلنا ننطقها سيدي. شنو بس أريد؟ حديث للشعب نخلي الحزب الأعضاء مسلحين دافعون عن نفسهم قومون بواجبات معينة، وأكو جيش وأكو شرطة وأكو أمن وأكو مخابرات والبقية الكل ينحل. سيدي أنت سيادتك الحاسم بالأمور واللي موجه. أنا سيدي مو تردد أن تقول إنما قلت كنت أريد أقول على مراحل، بس سيادتك اللي أمرت فيه هذا الموضوع هو الأصل سيدي. يعني ابشع من هذا اللي حصل بينا ترى ما صار ماكسي. لا صار بشر ماكسي. ولا اظن راح يصير. يمكن انتم لسعكم الوصف اللي عندي ماكسي. ما واصلكم جوز الرفيق عبد الغني والرفيق علي باعتبارهم بالبصره وشافوا، بس ترى اللي صار كل الان اللي تشوفوه هو شيء استثناء قانون اخر غير اللي ماكس. وكانه ما له علاقه بالذي حصل ماكو سيدي. اللي حصل جيش ماكو، الفيالك كلها يقول لك قائد الفيلك وياه 20 ضابط ماكو سيدي. لا سياره رجعت، الدبابات على الطرقات، هاي الدبابات اللي ياخذوها من عندهم ومن الناس الراجعين او لقوها بالطريق، يعني حشة لكل من يريد يأخذ ياخذ. الجيش عدل حرس الجمهوري كان به اعداد اكثر من هذا العدد اللي نقول. يعني شنو الاعداد؟ هم يجوز 200 و400 و600. ها؟ فوج. أنا قلنا فوج. 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 وعدا ثلاث فرق اللي شكلناها جديد لحرس الجمهوري، والحمد لله اللي شكلناها جديد. كانت بعضها قبل ما تنتهي المعارك عبرناها الفرات اثنين، وواحدة كانت بالموصل والحرس الخاص. يعني هذا نواة مقاومة الشعب. هذا بدينا على الحي هي اللي هي أول ما بدت يصير الأساس نروح عليه الحي، وبالتالي أطاري في الكوت اللي صابها مرض، وننزل على الناصرية فوج حرس خاص. فوجين عمل له فوج؟ لا فوجين فوجين حرس خاص وفوج اللواء Fearless.
نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.